العالم العربي كله غير مصر ما حدا جاب سيري عن هاي. تعرفش اذا في حدا منكم بيعرف انه يونيسكو سنة 2015 اعمل فرنسا مثلا في ايديت بيار وفرانك سينيترا وفريق الافراش منحوا بفرنسا وسام الفنون الفني. يعني من بين كل الموسيقيين العرب فريق كان هو الوحيد. في تحضر لي نكتة من عبد الوهاب كان مرة في فرنسا وطلع مع شوفير تاكسي وبيسألوا سمعوا انه الدائرة عربية عم بسمع قال لك كذا انا ما ادري من العرب من العرب بيسألوا منين قالوا حضر قالوا الموسيقار عبد الوهاب من مصر بقول عبد الوهاب في لسانه مسجل هيك وكمان في الشهر قال راح بفرمل مرة واحدة بالتفت نحوتي بيسألني بكام فريق الأطرش يعني ما قال له والنايم الموسيقى قال لك مزار الموسيقى قال له ايش قال لي هيك بقول بقى والمثل انه وصل هو للحاجة الإنسانية العالمية حيث يرتقي التراث المحلي ليصنع ليصبغ العالم بلمساته العملاقة هكذا فعل نجيب محفوظ. كنا نعرف نجيب محفوظ أخذ جائزة نوبل على الصعيد العربي حيث نال جائزة نوبل وهكذا فعل فريق الأطرش عندما استطاع وحسب تعديل التكريم الصادر من منظمة اليونسكو العالمية بالحرف الواحد لأنه استطاع إيصال الموسيقى الشرقية إلى الرحاب العالمية وترك تراثا موسيقيا ضخما تستفيد منه الأجيال الحالية والقادمة. يحضرني الفضول في كاتب الفولي كلام للكاتب المصري الكبير إحسان عبد القدوس وفي لحظة تجدني بقول إحسان فريد الأطرش فريد الأطرش ظلم في المرء والمرق والمقروب بمصر وسأل لا يعرف وكذلك المتنبي نعرف احنا المتنبي كان أطهر الشعراء حتى سموه المتنبي بشعره في كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ولكن المتنبي بقي أمير الشعراء ولم يتأثر وفريد الأطرش بقي أمير الفن الخارجي. بعدين نقول إنه في الذكرى الأخيرة لما اليونسكو عقد ولا إذاعة عربية حدث عن هذا الحدث مع إنه لازم كانت كل الإذاعات العربية في فريد الأطرش يكون في عنده حوالي 40 أغنية ومقطوعة موسيقية اجتازت الحدود العربية هي العالمية في بالهند اللي تفوت على اليوتيوب بكتب مطربين وفنانين عالميين غنوا لفريق الأطرش في بالهند في تركيا في فرنسا في المكسيك وزاد كثير نعمين غنوا له على الجريدة وغيره مش بس هيك فريق الأطرش الوحيد في برلين في متحف برلين هو الوحيد من بين كل الموسيقيين العرب اللي حطوا له تمثال في قلب برلين وللأسف بعد قبل 10 سنين كانوا اهتموا بعد الجمعية تبعت محبي فريق الأطرش اهتموا يوضعوا تمثال في دار الفكرة المصرية بعد جهد جهيد لا كان في عبد الوهاب لأخوتهم حطوا كمان فريق الأطرش كان على الطريق مرة سألوه قالوا اللي بتحكوا عن فريق مش في الصعب قد الأغاني قد الألحان وهي بتحكي عنه ولذلك حتى لو يعني اليوم كده بدي اجي احط منديل على الشمس او اغطي اضاءه غطيه لا يمكن ولذلك فريق قطر بده يضل شمس ان قالوا وان قالوا لا يعطيك العافيه. والان نستمع للطالب محمد صفا صفا وما ان يكتب.